لا خاطر معلومه مهمه مش مهمه يعني لا باسكو وصلتني مهمه معلومه انه الاتحاد الجزائري لكره القدم يعني في الحين منذ 5 دقائق تم تعيين الدولي الجزائري لحلو بن براهم لاداره كاس الجمهوريه النهائي كاس الجمهوريه بين شباب الوزداد واولمبي شلف يوم الخميس على الساعة 5. الخميس يساعده الثنائي بوزيت وزرهوني وثوابتي كحكم رابع. يعني نقول لك حاجه اللي ربما للمره الاولى وين الاتحاد الجزائري يعين الحكام اسبوع من قبل. نحيو زملائنا في الفريق التقني يعني 5 دقائق قبل بدايه المباراه قبل بدايه الحصه عفوا حضروا لنا الماده. هذيك الصور الموجوده يعني. هذا الحكم ما اسمه هذا الحكم اكرم زرهوني كان متواجد في كاس العالم اسمه بشيلي. لا نظن الاتحاد الجزائري في الفتره هذه اختار يعني احسن الحكام المتواجدين. هذا من جهه بون اسمه خلوا كاس الجزائر ونولي